أنا مجدي أبو الخير، بقالي بتاع 52 سنة، خلي 50 سنة، أنا عندي 62 سنة، الله يخليك، بقالي 100 سنة من ساعة ما المبنى اتبنى، بتاع أبويا، تمام. انت حضرتك ورحت الفيلم ده عدل على أبويا. زمان عن دلوقتي، هي زمايل ما اتغيرتش. هو الفانوس هو والعمالة هي والصنعة هي. يعني كان في مثلا في مواصفات فانوس زمان ده كان، لا ده كان زمان بقى، كان كنا بنعمل لندا السعرية فانوس، وكنا في لندا كده ازاز نمرة أربعة، وهي برضه بنعملها فانوس، وفي ازازة برضه كانت نمرة خمسة كنا بنعملها برضه فانوس. غيرنا بقى احنا بقى عشان الازاز ده كان بيتكسر بتاع السعرية، عملنا حاجة صغيرة زي دي كده برضه بشمعة برضه برضه بشمعة. طبعا عمر تاني يعني. في ناس بتجيلك مخصوص اللي الورشة بقالها كتير يعني، بقالك 100 سنة. 100 سنة عمر تاني يعني. بنشتغل فيه على مراحل، الازاز بنقطعه مراحل، الجدار دوت بنقطعه مراحل، مثلا في حاجه زي كده قبه بتعمل برضو مراحل، ويجي بقى نجمع الصفيح ونرجع يجي على اللحام نجمعه بقى فانوس زي كده بس. انت حضرتك تفضل طول الموسم مثلا او طول السنه؟ لا مش طول السنه ولا حاجه، قبل رمضان بتلات اربع خمس اشهر كده. نجهز بقى لحد ما يخش علينا رمضان، نقعد بقى على اللحام نلحم بقى ايه ونوقف الفانوس. بعد التقطيع يعني كده معاك ولا لا ما احنا بناخدها بقى ايه مراحل. لا بعد ما تخلص مراحل ايوه يعني ممكن تقفل الفانوس كلحام بياخد معاك وقت. ما عشان الفانوس ما بيتم مره واحده، بيهيش يعني بيملى المخزن. هنا بنعمل مراحل 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 ونوقفها، ونيجي قبل منها بشهر بن ايه بنقومه عشان ما يخش مكانات كتير. ايوه تسلم. بعد كده بتبدا تجمع ده كله. ايوه فانوس بقى عشان الزبون يجي ما يقفش. الازير والازاز والصفيح والصنايعي، الدنيا كلها غلا. الاول كانت الدنيا كانت حلوه يعني، الفانوس ده كنت ببيعه ب 70 جنيه، دلوقتي ببيعه ب 100 جنيه و 90 جنيه. هو اغلى كمان بره. لا عشان يعني ورشه، الورشه لها سعر، والزبون القطاع بيبيع ايه بسعر تاني. ببيع قطاع عادي. احنا عاملين زي الدكان بتاع اللبس، انت بتروح تلاقي قميص ب 50 جنيه، بتروح تلاقي قميص ب 150 جنيه، بتلاقي قميص ب 500 جنيه. عندنا الشعبي وعندنا الغالي، برضه بنعمل شعبي وبنعمل الغالي، وكل واحد بيختار الايه اللي هو عايزه. يعني بتعمل اشكال معينه وكل اشكال جميع الفوانيس كلها، بس الزبون هو اللي بيجي ياخد الايه اللي هو عايزه. في واحد بيحط الفانوس في الشارع في البلكونه، في واحد بتحطه جوه على التسريحه في الصاله،